يا مساء الخير عليكم جميعا، وحلقة يوم الجمعة من التاسع. بيقولوا كده انه اغلى حاجة عند الشخص الفقير او المعوز يعني او متوسط الحال يعني فلوسه، واغلى حاجة عند الغني وقته. فكر فيها تاني كده، هتلاقي انه لو حد ظروفه على قده، فلوسه على قده، امكانياته محدوده، وقدم من فلوسه، ادى تبرع مثلا من فلوسه، يبقى التبرع ده غالي قوي، وبحسابات العقل كده التبرع ده قد لو واحد قدم مثلا الاف من الجنيهات لكنها فائض عنده في الفلوس، التبرع ده عشان كده نقول عليه تبرع غالي. الغني بقى اللي عنده فلوس كتير اسهل حاجه يعملها بيتبرع بفلوس، وطبيعي جدا. وده جزء على فكرة من الاستقامة أو استقامة الفطرة الإنسانية كده، إنك تبقى قادر تخصص جزء من مالك أيا كان بقى بحسب قدرتك لخدمة ناس تانيين والخير ناس تانيين، ودي حاجة كل الأديان بتحث عليها وبالفطرة كده. بس اللي يقولوا كده بقى الأكثر المقتدر أكتر، لو أنت عايز بقى تقدم حاجة غالية قدم وقت. فعلشان كده طورت فكرة التبرع، ما بقتش بس التبرع بالفلوس، بقت كمان التبرع بالوقت. فبقينا نشوف ناس من المتحققين جدا ومن المقدمين من الناجحين جدا ومن الأغنياء جدا، زي ما بيتبرع بفلوس بيتبرع بوقت خبرة ويسلم لأجيال تانية، ينزل هو يعمل الخير بنفسه. وتطورت فكرة التبرع من كونها مجرد حاجة كده بنعملها، يا إما بنعملها بإخلاص حقيقي تقربا لله أو بإخلاص حقيقي حبا في بلدنا، وبقت نظرية عالمية ويقول لك كده أنه السلامة النفسية مرتبطة طول الوقت بقدرتك أنك تتبرع سواء بوقتك أو بفلوسك، وأنك تتطوع تعمل عمل مجاني. والتطوع دايما بيبقى مرتبط بخبرتك، فانا لو شاطر في كذا اتطوع بشويه من وقتي علشان اعلم ناس تانيين. النهارده كمان يعني يمكن احنا بنودع واحده من النماذج الانسانيه الكبيره جدا اللي حطت مقياس حقيقي لفكره انه التبرع يكون غالي ويكون من العزيز عليك ومن اعوازك يعني. واعتبرت هذه الايقونه اللي بنودعها النهارده هي ايقونه ل التبرع من الاحتياجات ومن الأعواز. السيدة الجميلة اللي النهاردة بنودعها وتوفيت فجر اليوم، الحاجة فهيمة علي السيد. تعتبر الحاجة فهيمة أكبر معمرة بالشرقية، وتوفت عن عمر يناهز 109 سنة. حاجة فهيمة بقى اللي فاكر هي اللي علمتنا درس كبير جدا من بضعة سنوات، من بداية الإطلاق صندوق تحيا مصر، لما تبرعت، لو فاكرين الست اللي قلعت حلقها الذهب وقالت أنا هقدمه لتحيا مصر، فاكرين اللقاء بتاعها مع سيادة الرئيس، وليه يعني اللي احنا شايفينه قدامنا ده، دي صور للقاء الحاجة فهيمة مع سيادة الرئيس وقت ما تبرعت بالحلقة. بعض الناس قالت ايه يا جماعة انتم مكبرين الموضوع، بس الحقيقة هي اتبرعت ب30,000 جنيه لصالح تحيا مصر. وليه اعتبرتها مصر تبرع غالي؟ زي ما بقول لحضراتكم كده، لأنها ست بسيطة بتقدم مثل حقيقي للأم المصرية. اتكرمت بالمناسبة الحاجة فهيمة كأم مثالية في مركز المنارة، ودي لقطات من تكريمها، وكان تكريمها في سنة 2019. هي قدمت التبرع بتاعها في 2016 واتكرمت في 2019. تاني، قيمة التبرع بتاع الحاجة فهيمة بحسابات الفلوس يمكن يكون ما يجيش ولا حاجة جنب ملايين تم التبرع بيها بعد كده لمصر وحبا في مصر. لكن ليه تبرع الحاجة فهيمة غالي؟ لأنه من الأعواز ومن الضيقة ومن الاحتياج. على كل حال بنودعها النهاردة وبنقول إنه وصلنا الدرس وفاهمين الدرس وقادرين نشوف كمان نماذج كتير في بلدنا الفترة اللي فاتت بتقدم نماذج حقيقية للتبرع والتطوع. بالمناسبة السنة دي عام المجتمع المدني، فتوقعوا أشكال كتيرة جدا من التحرك في الحتة دي، وتوقعوا كمان إحنا محتاجين مش بس نتوقع لكن ندور انه احنا كمصريين نبتدي نتعلم ثقافة التطوع. احنا عندنا ثقافة التبرع كلنا مسيحيين ومسلمين نفهم دي ونشوفها صدقة ونشوفها تقرب لله ونشوفها تفاصيل كتير، لكن التطوع مش ثقافة معروفة قوي عندنا. فثقافة ان انا اقدم وقت ومجهود، اعتقد واتمنى انه سنة 2022 عام المجتمع المدني يبقى كمان تغيير لثقافتنا في مسألة التطوع. بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم التاسعة. Thank you.
مساءكم خير مرة تانية. بقالنا سنوات طويلة بنقول إنه شوارع مصر بقى فيها حالة كده من العشوائية والفوضى، اتسبب فيها مش بس طريقة قيادة الناس ودي حاجة كلنا مسؤولين عنها، لكن كمان أنواع المركبات. يعني بطبيعة الحال أي تخطيط هيبقى قائم على إن أنا أهيئ الشوارع تبقى آمنة، لأنه الناس تمشي بأمان وأنه العربيات تمشي بأمان وأنه مثلا الركبي الموتوسيكلات يمشوا بأمان وهكذا، يعني تعرف تحضر الشارع من أنه يبقى متقسم التقسيمة دي. لكن عندنا كائن دخيل كده على شوارعنا المصرية بقاله سنين الناس بتعاني منه، اسمه التوك توك. والتوك توك مش بس خطورته في شكله ولا أننا لا سمح الله بنتعالى على أنه عربية صغيرة أو مركبة شكلها قبيح بصراحة، لكن كمان ارتبط بحوادث كتير، عدم ترخيصه في بعض الأماكن، لكن هيظهر رأي من الناحية التانية ويقول لك لا ده خدم أماكن كتير ما بتوصل لهاش مواصلات، خدم أماكن كتير في المناطق الشعبية. هيجي لك الرد من الناحية التانية ويقول لك لكن شوارعنا العمومية بقى فيها غزو من التوك توك، وده لا غير لائق حضاريا بصراحة، ولا طريقة القيادة ولا شكل المركبة دي يليق على كل التحضر والتقدم اللي بيحصل واللي بنحاول نوصل له في شوارعنا في مصر. ليه بقول لحضراتكم بقى الخبر ده؟ لأنه لما نتكلم عن أنه متى ينتهي التوك توك، ده كان سؤال بقى له سنين ملوش إجابة غير إذا ظهر بديل، والبديل ده لازم يكون في شرطين. الشرط الأول أنه يكون بديل سهل تطبيقه وسهل انه الناس تتجاوب معاه وتقتنيه بدلا عن التوك توك، وكمان ان الدوله تكون حاضره عشان تنظم اختفاء التوك توك وظهور حاجه بديله اكثر تحضرا واكثر، وده الاهم جدا، واكثر امانا للناس. الخبر الحلو بقى ان وزاره الانتاج الحربي بتنفذ مشروع، او نفذت بالفعل مشروع لانتاج مركبه خفيفه ليها 4 عجلات وبتعتبر عينه لمقترح بديل للتوك توك. العربية اللذيذة اللي شايفينها قدام حضراتكم دي كمان صديقة للبيئة، يعني بتشتغل بالكهرباء وحجمها قريب قوي على فكرة من حجم التوك توك، وزي ما انتم شايفين شكلها جميل. يعني أنا أول ما شفتها قلت دي مش بس تنفع توك توك أو بديل للتوك توك، تنفع عربية للطلبة، تنفع لأسرة صغيرة، معرفش بقى التفاصيل، لكن نعرف التفاصيل ونفهم أكتر من الأستاذ محمد بكر المتحدث باسم وزارة الدولة للإنتاج الحربي. مساء الخير عليك أستاذ محمد. وأهلا بكل المشاهدين. بداية خليني بس أوضح أن حتى الآن المركبة اللي تم الإعلان عنها هي بتعمل بالبنزين والغاز، ولكن من المقرر يعني العمل على تطويرها لأن هي كمان تعمل بالكهرباء، فهي لسه يعني لم تقرر أن هي تعمل بالكهرباء، فهي عينة لمشروع مقترح تنفيذه ما بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي والقطاع الخاص ممثل في شركة جي بي أوتو غبور. زي ما حضرتك ذكرتي هي عجل او عربه على 4 عجلات وهتكون بديله للتوك توك، وبتعمل بمحرك ثنائي بنزين وغاز، ويعني بتمشي حوالي 550 كيلو منهم 250 كيلو بالبنزين و300 كيلو بالغاز الطبيعي، وهي حاصله على شهاده اي مارك الاوروبيه ومعتمده من الهيئه المصريه العامه للمواصفات. والحقيقه ان تصميم العربه كمان او المركبه بيؤهلها ان هي تمشي في المناطق غير الممهده والمناطق الضيقه، وده يعني اهم حاجه تعينا ليها تسعى الوزاره ليها علشان تكون بديل امن للتوك توك زي ما حضرتك ذكرت. يعني حضرتك صححت لي معلومه ان هي مش بالكهرباء لكن هي بالغاز الطبيعي والوقود البنزين. والوقود مظبوط، هي بتشتغل بالبنزين وبالغاز الطبيعي، ومن المقرر ان شاء الله ضمن مشروع الوزاره لهذه المركبه او هذه العينه اللي تم الاعلان عنها ان من المخطط ان شاء الله العمل عليها ان هي تكون تعمل بالكهرباء. طيب عندي اسئله كتير، اولها انه هل ده بروتوتايب، يعني ده نموذج غير موجود في أي مكان في العالم لكنه من إنتاج هذا التعاون بين وزارة الدولة للإنتاج الحربي وغبور أوتو، ولا النموذج ده موجود لكن إحنا بنحاول نطبقه بطريقتنا أو بمقاييس خاصة بينا؟ بالتأكيد موجود في دول أخرى، ولكن إحنا بنحاول نعمله بشكل يتناسب مع طبيعة الشوارع المصرية، وكمان بيكون بنسبة مكون حلي عالية جدا إن شاء الله.
زي ما حضرتك قلت ان هي يعني مجهزه انها تمشي في شوارع غير ممهده، وده يجاوب على اسئله الناس اللي بيقولوا هو التوك توك الوحيد اللي بيدخلنا في بعض المناطق. احنا عندنا معيارين، اولا ان احنا نتمنى انه الشوارع العشوائيه الغير ممهده تختفي، لكن على كل حال زي ما حضرتك قلت الشوارع الضيقه. سؤالي الثاني عن الإتاحة، يعني في بالتأكيد جدول زمني بما أنه في تعاون وفي تدخل من وزارة الدولة للإنتاج الحربي وزارة التجارة والصناعة، إيه المدى الزمني اللي ممكن نشوف أنه يتحول هذا الإنتاج المبدئي إلى إنتاج كبير ممكن بالفعل يبقى ضمن خطة تطوير وتحديث منظومة النقل أو المواصلات العامة في مصر؟ يكون يعني الانتاج الكمي لهذه المركبه بدا بالفعل، وان شاء الله مع نهايه العام يتم طرحها، ويعني ونقدر نشتغل بعد كده على فكره تطويرها لان هي تكون بتعمل بالكهرباء. حلو جدا. سؤال اخير، هل الفكره بما انها هتكون مدعمه من الدوله عشان تساعد الناس اللي عندهم توك توك، هل هتكون كمان متاحه للجمهور؟ انه حد عايز يشتري عربيه صغيره على قد امكانياته، ده ممكن يكون وارد؟ هي سياره هتطرح في السوق ولا هتطرح بس للاغراض دي؟ يعني ان هي تطرح في السوق بيكون في معايير اخرى صناعيه لازم تكون متوفره فيها، فده يعني من مخططات الوزاره ان يكون في يعني مركبة تعمل بالكهرباء إن شاء الله من تصنيع مصانع الإنتاج الحربي. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد بكر متحدث باسم وزارة الدولة للإنتاج الحربي. والسيارة اللذيذة دي بحسب تصريحات أستاذ محمد مفروض تطرح في السوق في نهاية العام الحالي. بعتقد انه في وقت التخطيط والتنفيذ لانتاج العربيه دي باعداد كبيره هيكون في وقت تحضير وتنسيق كمان مع وزاره الداخليه ومع الهيئه العامه للمرور ومع اطراف كتير ممكن تكون معنيه بانه مش بس الطرح لكن كمان مراحل التطبيق. في تطبيق تاني بقى عايزه اكلمكم عنه، تطبيق الانستجرام. انستجرام في اخبار كده بتتداول يعني عن انه هيطلق خاصيه الدفع مقابل متابعه حسابات المشاهير، والسؤال اللي على طول هيجي في بالك انه هل انا عندي استعداد ادفع او اعمل اشتراك عشان اتابع حد؟ ما اعرفش يعني، لو سالتني انا شخصيا اقول لك لا ما عنديش استعداد اعمل ده، بس واضح انه الصناعه دي وصناعة المحتوى وتحديدا لبعض الشخصيات الهامة جدا والمؤثرة على مستوى العالم، يعني وسع كده زاوية تفكيرك، ما تفكرش بس في الناس اللي انت بتتابعهم هنا على المستوى المحلي ولا على المستوى الإقليمي، لكن هتلاقي ان في ناس فعلا الخبر منهم ليه قيمة والخبر منهم يترجم لفلوس والخبر منهم بتتابعوا وكالات أنباء كبيرة. ف هل ممكن ده يحصل انه المتابعين ابتدوا يتداولوا او يتناقلوا الموضوع ده؟ لم يتم الاعلان عنه اصلا من انستجرام رسميا، لكن بيتم التفكير في اضافه زرار اشتراك مدفوع للحسابات على المنصه. يمكن يكون ده هيتيح انك تشوف محتوى مختلف، انك تشوف حاجات مش هتبقى معلنه للعامه وطبقا لاشتراك شهري، وده حسب رغبه الشخص او السليبرتي ده عشان يزود ربحه وفي نفس الوقت لزيادة ربح الانستجرام. بالتأكيد الخاصية دي ممكن تغير بشكل كبير من صناعة المحتوى، وممكن تترجم كمان في صناعة المحتوى المدفوع انه بقى مش بس ملك للمنصات لكن هيبقى ملك لأصحابه اللي بيعملوا محتوى على السوشيال ميديا وبيقدموه وبيبقوا منتظرين العائد أو الربح من المنصات نفسها. المنصات بتفتح الباب أوسع وبتقول للناس لا ممكن تشترك. مش قادرة ألاقي منطق لده لو أنا بتابع صورة مين راح فين يصيف، لكن قادرة أفهمها لو أنا بتابع شخص المحتوى بتاعه مهم مفيد بالنسبة لي، فهعتبر نفسي كأني اشتركت في كورس أو اشتركت في حاجة مفيدة. ممكن تبقى الحكاية معقولة. وعندنا أسئلة بقى، يعني احنا هل معقول مواقع التواصل الاجتماعي اللي كانت متاحة بشكل مجاني طول الوقت هتبقى
مدفوعة وخلاص ما فيش حاجة مجانية زي ما احنا بدأت حتى المشاهدة ما تبقاش مجانية أبدا وتغيرت أساليب المشاهدة. دي كلها أسئلة كتير بتطرح نفسها وإحنا بنتكلم عن خاصية جديدة في الإنستجرام. دكتور عصام الجوهري عضو الهيئة الاستشارية بمعهد التخطيط القومي وعضو شعبة الاقتصاد الرقمي معانا على التليفون. مساء الخير دكتور عصام وأهلا بيك في تاسعة. مساء الخير أهلا مدينة تاسعة. أنا بس محتاجة أفهم أو حضرتك تصحح لنا إلى أي مدى ده وارد أو مقبول إن أنا بتابع حد فبقيت أبقى محتاج أدفع اشتراك عشان أتابعه. هل حضرتك شايف إنه ده هيبقى ليه جدوى أو هيبقى استثمار جيد إذا أطلقته المنصات وتحديدا إنستجرام؟ من وجهة نظرهم هم أكيد طبعا له جدوى، بس قبل ما نتكلم في الجدوى اللي تخصهم خلينا نشوف جدوى بالنسبة لمجتمعاتنا إحنا. أولا نعلم جميعا أن من شهرين تقريبا الأمم المتحدة قررت بأن المفروض الدول لها حوالي 15% من إيرادات المنصات للسوشيال ميديا والمالتي ناشونالز اللي بيشتغلوا في هذه الدول. تطبيق جديد هم كمان يبدأوا يفكروا ان الفلوس دي مش هيدفعوها معاهم، دفعوها للمستخدمين بتوعهم ويرجعوا هم كمان يدفعوا، ده رقم واحد. فده سبب اكيد في الخلفيه. لكن انا اتخيل ان حتى لو ما كانش في نسبه ال 15% ديت هتندفع كانوا اجلا ام عاجلا رايحين لذلك. النهارده السوشيال ميديا هي ادمان للشعوب، احنا عندنا على سبيل المثال 60 مليون متابع لمنصات السوشيال ميديا المختلفه. ده حقيقي. ده سوق في حد ذاته، في صانعين للمحتوى بيرفعوا المحتوى بتاعهم على كل منصه، انا مش عايز اسمي منصه بعينها يعني. بس يا دكتور هو سوق المنصات من قيمه تقريبا سنه او اكثر عمل اشتراك، لانك لو مش عايز تشوف اعلانات جوه المحتوى اللي بيطلع من عندي يبقى موجود، فبقى وسيله دخل جديد بالنسبه لها تخش لها، ومع ذلك عندها الدخل الثاني اللي جاي من الاعلانات. كل المنصات هتعمل كده؟ نعم، اجلا ام عاجلا حتى هتبقى خدمه المحتوى اللي بيتقدم من السوشيال ميديا هيبقى مدفوع، وهيبقى في طبقات وهيبقى في بقاء. اسال بقى سؤال المهم، ما هو احنا بندفع فعلا، احنا بندفع لاننا احنا زبون الاعلانات بتاع المنصات دي، واحنا اللي بنتعرض لهذه يعني الموجات العنيفه من الاعلانات اللي هو بطبيعه الحال بيكسب منها صانع المحتوى بتكسب منها المنصه. فايه جدوى انه كمان الشخص يدفع اشتراك؟ وهل حضرتك مش شايف انها ممكن تتسبب في هروب بعض الناس؟ انا مش ههتم بصراحه انا شخصيا اتابع شخص بيعمل اعمال فنيه او اعمال مش ههتم اني اشترك عند منصات كتير. يعني قولي منطقيتها وجدواها في التطبيق تحديدا، في مش بقول بس شعوبنا العربيه لكن معظم المستخدمين هم مستخدمين بدافع الفضول مش بدافع التعلم يعني. طيب تمام، وهم دول اللي هيكسبوهم بجد؟ ومين قال ان المحتوى اللي بيتقدم اصلا له قيمه عشان يندفع له فلوس او اشتراك؟ خلينا نتفق ان للاسف بما ان السوشيال ميديا بقت ادمان، فالمحتوى اللي بيتقدم فيها سواء على منصات اللي بتقدم محتوى فيديو او سينمائي او خلاف بتقدم اصلا منتج سيء في بعض الاحيان والناس برضه بتدفع. هو خلاص بقى عارف السوق، هو خلاص بقى كاشف مين مستهلكينه مين مستخدمينه، عنده بيانات الناس كامله. فانت حضرتك بتدافعي على منطق ان احنا المفروض ندفع لما اكون باخد قيمه مضافه. لا، هم عارفين ان هم مش بيقدموا اصلا قيمه مضافه، وفي من انا اسف يعني من التافهين او اللي مش مهيئين ان هم يحكموا على الاشياء هي قيمه مضافه ولا لا وبيدفعوا. فحضرتك انا متفهم انك بتدافعي عن قضيه يا جماعه احنا المفروض ندفع مقابل ان انا افهم حاجه اعلم حاجه بس حاجه مفيده. للاسف الشديد ان جمهور السوشيال ميديا مش بيفكر كده اصلا، الغالبيه قطيع قد يدفع فلوس بلا مقابل من غير ما ياخد اي مقابل للاسف. وهم طبعا يعني هيبقى سؤال ساذج لو سالت حضرتك هم دارسين النفسيات ولا لا؟ هم طبعا دارسين نفسيات الناس وفاهمين استعداد الناس وقبولهم مش كده؟ صحيح. عارفين عندهم كاستمر بيهيفير اناليسيس كامل، تحليل لسلوك المستخدمين شخص. بياناتنا متاحه مش احنا بس، العالم كله يعني. طب. لكل المنصات اللي مشتركين عليه، عارف انت بتحب ايه، عارف انت بتحب تتفرج على ايه، عارف انت عايزه تسمعي ايه، عارف انت بتخش على الحاجات المفيده قد ايه والحاجات اللي مش مفيده قد ايه. فاحنا في واقع الامر ده السوق الوحيد اللي في العالم اللي مكشوف سلوك المستخدم بالنسبه له اكتر من اي سلعه اخرى. ويعني حضرتك بتميل الى ان الفكره دي قابله للتطبيق. ممكن تقولي طيب الجانب الثاني، يعني من جانب المشاهير نفسهم او صناع المحتوى، ايه ممكن يكون الشكل؟ يعني هو بالتاكيد يهمه الانتشار
يعني، ودلوقتي الناس بتتفاخر بعدد المتابعين سواء كان حقيقي او مزيف، لكن ده مهم. ايه الشكل التاني اللي ممكن يكون بيقدم لصناعه المحتوى المجاني او المدفوع، يبقى شكلها ازاي؟ تمام. اولا هو هتبقى الفكره مطروحه بشكل مشاركه، ان انا لما بعمل كده انت هتكسب وانا اكسب. هو مفيش خيارات، خلي حضرتك انت اللي عندك اكونت وله عدد متابعين كثير. هو انت عندك كنترول على الاكونت بتاعك؟ هو انت امتلكتيه؟ انا هقفله لو انت ما وافقتيش. فالمشاهير مع احترامي ليهم يعني انا هاخد فلوس، هاخد فلوس. هما برضو اداه في جوه الصناعه الكبيره عشان تستمر مع المتابعين دول. وبيجي لك دخل منهم، انا هشاركك في هذا الدخل. ومفيش يا جماعه احنا ما عندنا، هو هل في قوانين بتحكم السوشيال ميديا؟ هل في شركه من منصه من المنصات او شركه من شركات السوشيال ميديا في قانون على مستوى الدوله على مستوى العالم بيحكمهم؟ لا، هم عندهم قوانينهم الخاصه اللي هتطبق على الصغير وعلى الكبير. طبعا الفكره هتتروج الاول على انها مشاركه، لكن هي في واقع الامر انا يعني بقتطع من ايراداتك ليا، انا اللي وفرت لك المنصه اللي تجيب لك ايرادات. ده المنطق اللي بتتكلم، ده اكيد يعني. فانا هقتطع منها الجزء اللي يجي. المشاهير توافق او ما توافقش، هتوافق يعني. مش حاجه يعني، ما اعتقدش حاجه اختياري. هو حضرتك واقعي، بس واقعي وشايف ان الصوره زي ما هي في الارض يعني. طيب عايز اسال سؤال تاني بخصوص خاصيه جديده برضو النهارده في كلام كتير عنها، وهي انه تطبيق النوتيفيكيشن او الاشعارات لو حصل سكرين شوت لمحتوى او لحوار شخصي على الماسنجر. شايف ان دي قيمه مضافه برضو في خدمه الماسنجر او خدمه الرسائل عموما، وهل ممكن تتطبق في تطبيق تاني زي الواتساب مثلا؟ لانه يعني السكرين شوت دي خربت بيوت يعني. والله اتمنى تتطبق في كل المنصات عشان خراب البيوت الاخرى ما تتخلقش. متفق معاكي تماما يعني. يا ريت يقفلوا كل السكرين شوت في كل التطبيقات اصلا، لان فعلا ودتنا لمشاكل اجتماعيه كتير جدا. بس انا برضو هل احنا اللي نقدر نقول لهم اعملوا كده؟ لا، هم وقت ما بيقرروا يعملوا حاجه. طبعا انت عارفه يعني احنا ليا مدرسه في التنميه الرقميه، انا اجنس الاستخدام السيء لكل منصات السوشيال ميديا، وانها محتاجه تنظيم، وانها محتاجه تقنين سواء على مستوى الامم المتحده او لازم يكون لها ميثاق اخلاقي على الجميع. صعب ان احنا نعيش يا جماعه بقى ده مجتمع موازي صح غير قوانينهم. واحنا كل ما بنتكلم عن دوله القانون في مصر او في اي دوله في العالم، بتلاقي انه في مجتمع تاني مكسوره فيه كل الحدود وكل القوانين، وبالتالي بتصعبها علينا في الارض في الواقع الحقيقي يعني. مع حضرتك ان شاء الله يعني اتمنى في يوم من الايام الامم المتحده وكل الدول تتفق على كود اخلاقي لتنظيم السوشيال ميديا وتحافظ على حقوق الفرد والمواطن والمجتمع باي شكل من الاشكال. انها لازم تكون مشاركه مع هذه المنصات اللي انا بعتبرها تاني استعمار تكنولوجي للشعوب من غير ما يطلع جيوش. وقادر انه يطلع من جيبهم فلوس كمان. طبعا. اخيرا عايز اسال حضرتك، هل شايف انه السوشيال ميديا ممكن تتحول زي ما تحولت صناعه الترفيه والمشاهده والتلفزيون الى التلفزيون المدفوع مقدما والخدمات المدفوعه، هل السوشيال ميديا في طريقها انها تبقى كده؟ منصات مغلقه كل واحد علشان يشوف المحتوى هيدفع علشان يلاقي المحتوى اللي يشبه ذوقه واهتماماته؟ يخلق مجموعه من السيرفيس او الخدمات اللي يقدر يعني ياخد مقابلها فلوس، لكن بشكل عام لا، هيفضل سايب المنصات للمجانيه لغايه ما يحصل عمليه الادمان الطبيعي، وهو يخلق مجموعه من الخدمات الجديده عنده اللي يقدر ياخد على فلوس، انما تبقى 100% في مقابل لا. 4 مليار موجودين على قطاع الكره الارضيه، موجودين على المنصات، هيصحى الصبح يقول لهم لازم تدفعوا فلوس؟ صعب مش كده؟ انما هو قادر ياخد طبعا، انما يقدر يطلع من 500 مليون نص مليار منهم او مليار فلوس والباقي سايبه مجاني؟ نعم. انا بتكلم بمنطق التاجر اللي مكاني. مظبوط. لا ومظبوط وواقعي، وحضرتك شايف الصوره وشايف ايه الجماعات المحركه والشعوب المتحركه والناس اللي بتستجيب يعني. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عصام الجوهري، عضو الهيئة الاستشارية معهد التخطيط القومي وعضو شعبة الاقتصاد الرقمي. الكلام ده نقدر نقول إنه خطير ومهم وكبير، لكننا متوقعينه. ومن سنوات لو حد كان قال لك أنت هتدمن السوشيال ميديا أو المواقع دي وخلي بالك ومش هيعدي عليك يوم غير ما تحتاج إنك تروح لها، ما كنتش هتصدق. لكن أنت النهارده في حالة من الإدمان والاهتمام وإحساس إنك لو ما تابعتش هيفوتك حاجة كبيرة.
النهاردة ممكن نكون بنقول بكل يعني أريحية، لا عمري ما هشترك عشان أتابع أشوف مين بيعمل إيه، ما نعرفش كمان 5 سنين كيف يقاد سلوكنا. لكن اللي نعرفه بقى أنه النهاردة وكمان 5 سنين في زي ما في كود أخلاقي الناس مستنياه يفرض على المجتمعات، في كود أخلاقي شخصي. يعني زي ما في ثقافة السكرين شوت، ودي واحدة من أحط التصرفات اللي بتحصل، يعني إذا ما كنتش قايل للي قدامك إن أنا هاخد سكرين شوت لمحتوانا ده وهبعته لحد، فأنت خاين أو حرامي أو بتسرق. زي بالظبط التلصص على الأحاديث ونقل ما دار فيها، هو ده بالظبط ثقافة السكرين شوت. ففي ناس بالنسبة لها ده غير مقبول وما بيتعملش، ولو حد جاله سكرين شوت بيفهم أو بيكون صورة سلبية عن الشخص اللي بعت لي سكرين شوت إن هو شخص بيخون الأمانة. فبالتالي في ناس مش مستنية الكود الأخلاقي الكبير وعندها كود أخلاقي منظم لطريقتها في التواصل والتعامل، ودول بقى لا خوف عليهم، يعني لا دلوقتي ولا بعدين. على كل حال هننتظر، ومستقبل منصات التواصل هو مستقبل واضح جدا ومعروف، والشاطر فينا، الشاطر هنا بقصد بيها المجتمعات الشاطرة اللي تقدر تقود واللي تقدر تقدم محتوى مختلف على الأقل. بعد الفاصل نكمل معاكم التاسع. مساءكم خير. دايما الكلام عن الاقتصاد بيبان انه مكلكع وصعب، ودايما لما نشارك حضراتكم كده بتقارير عن الاقتصاد يبقى في ناس فاهمه ومتابعه ومركزه في الموضوع ده، وناس بتقول ده ما يهمنيش في حاجه. انا النهارده بس عايزه ابتدي مع حضراتكم من خبر ما هوش من يعني من شبكات اعلاميه ولا اخباريه محليه، لكنه من شبكات دوليه، وخبر يخص الاقتصاد المصري، وعايزين نفك الاشتباك، يعني عايزين نفهم تقديرات العالمية للاقتصاد المصري، أو عايزين نفهم لما شبكة CNN مثلا تتكلم على رفع صندوق النقد لتقديراته لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.6% خلال العام المالي 21-22، ده معناه إيه؟ يعني نفهمها بس، أو نعرف يعني إيه رفع الاقتصاد بينمو بالمعدلات دي. CNN كمان قالت انه التقديرات دي تجاوزت تقديرات البنك الدولي الاخيره بنسبه 0.1% او 0.1% او 1/10%. ده في الاقتصاد ده رقم مهم. CNN قالت كمان في تقريرها انه رفع صندوق النقد لتقديراته بالنسبه لمصر ليه اسباب، طبعا من ضمنها المشروعات القوميه الكبرى، ومن بينها طبعا مشروع حياه كريمه. من ضمن الاسباب دي رفع او العائد الكبير اللي حصل من ايرادات السياحه اللي تعافت بشكل كبير وعادت لطبيعتها بعد نشاطات حصلت على مدار السنه اللي فاتت. لكن زي ما اتفقنا انا نفسي افك الاشتباك، يعني نفسي 5.6% دي افهمها، افهم نتيجتها ايه على الاستثمار في مصر وعلى فرص العمل في مصر، وبالتالي على الناس اللي مستنيه تلاقي فرص شغل في مصر، وعلى تطوير الحاله او تحسين الحاله الاقتصاديه للمصريين. نفهم بقى من دكتور مصطفى بدره الخبير الاقتصادي. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا استاذه دينا، ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. انا عايز اخد درس خصوصي بس تسمح لي. يا فندم ده يشرفني يا فندم، انا تحت امرك. احنا بس في البدايه في كذا يعني نقطه مهم نسال حضرتك فيهم. ليه مثلا الاقتصاديين المحليين يهتموا جدا بتقارير الدوليه عن مصر برغم من انهم قادرين تماما على تحليل وتصنيف اداء الاقتصاد المصري؟ ليه التقارير الدوليه مهمه؟ التقارير الدوليه دي يا فندم مهمه للنظره الخارجيه للمجهود والعمل اللي بنقوم بيه داخليا. دي عبارة عن الترويج الأساسي للعمل اللي احنا بنقوم بيه. يعني المجهود اللي احنا بنشتغل بيه كاقتصاديين، كمؤسسات، كل الجهات سواء الحكومية أو غير حكومية، العالم بيبصله ازاي بالظبط. ده من جانب. ومن جانب آخر بيقارننا بالدول الشبيهة بينا. مظبوط. طب نمرة 3 كمان ايه؟ بيقول لنا احنا رايحين فين؟ هو بيقول لنا احنا ولا بيقول للمستثمر فيطمنه شوية؟ ما هو بيقول لنا احنا يا فندم اتجاهنا
في وسط المقارنة بالدول الشبيهة ممكن نتخطى مين؟ يعني بمنتهى البساطة احنا بنعمل مجهود بنسميه معدل نمو، يعني احنا هنكبر كده شويه الاقتصاد بتاعنا او احنا بنسميه اجمالي الناتج، اجمالي اللي بننتجه كله بيتقدم شويه السنه دي. طب ده الدول الشبيهه بينا مين؟ يقول لك الدول اللي هي دول كذا وكذا وكذا. انتوا ممكن تتخطوها، زي مثلا حضرتك في تقرير طلع ان صندوق النقد الدولي يا فندم بيقيس كل دول العالم. بيقول لك ان مصر الدولة العربية والإفريقية الوحيدة في العام الحالي اللي هي هتكون قادرة على جذب استثمارات وهي اللي عندها معدل نمو أكبر. حلوة. طب ليه بيعمل كده؟ بيعمل كده ليه؟ بيقولك أصل إحنا لما بنراجع الدول بنشوف اقتصاديات الدول دي تحسنها قد إيه، فبيبرز الدور ده للمستثمرين. يعني بيهيئ يا فندم الاوضاع الاعلاميه، يعني بيدي اعلام للمستثمر السنه دي. المستثمر ده مين؟ ممكن تكون دوله، ممكن يكون مؤسسات عالميه زي البنوك، البنوك والشركات وصناديق التامين العالميه. خلي بالكم ان مصر بتبرز دور معدلات نمو كبيره ممكن تستثمروا فيها. يعني مش عايزه اقطع حضرتك خالص، عايزه افهم للاخر بس، يعني عايزه اترجم وحضرتك قولي كده صح ولا غلط. يعني اقصد انه المستثمر لما بيجي ياخد قراره الخاص بالاستثمار في دوله ما، هو بيفكر مثلا يستثمر في مصر، هو مش بس هيقرا التقارير الصادره عن مصر عن اقتصادها، لكن هيقرا كمان التقارير العالميه وتحليلات الاداء من كل الزوايا عشان يقدر ياخد قراره النهائي بانه يضخ استثمارات داخل البلد دي، مش كده؟ طبعا وبكل تأكيد. وبعدين بيعمل يا فندم زي دراسة. أي. الدراسة بيجيب شركات التصنيف، مصر قادرة ان هي تسدد التزاماتها، عندها جهاز مصرفي، يعني البنوك بتاعتها قوية، عندها العملة بتاعتها مستقرة ولا لا، عندها انتاجية، يعني الناس اللي عندها اللي هو الشباب او قوة اليد العاملة في مصر قادرة على استيعاب ان هي تفتح مشروعات قومية. وبعدين خلي بال حضرتك في نقطة مهمة قوي كل مشاهدين، الكلام ده يا فندم بيترجم في الاسواق. يعني لما نلاقي مثلا شركه كهرباء كبيره، انا عارف مش هنعرف نقول اسمها مثلا، بتيجي تعمل عندنا محطه كهرباء كبيره، الشركات دي مؤيده في الاسواق في الخارج يا فندم. طبعا. فالعالم بيبص، الله ده احنا ابتدينا نكسب، الشركه بتاعتنا اللي هي الالمانيه دي كسبت، فغيرها يفكر في المشروع ده. طب ما الشركه الامريكيه تيجي زيها تنافسها، طب الشركه الايطاليه، طب الشركه اليابانيه. هو ده بنسميه التنافسيه العالميه، العالم بيتنافس علينا ازاي؟ عن طريق الاسواق يا فندم. طيب لما زي ما حضرتك تفضلتي سي ان ان كده ابرزت دور المجهود اللي مصر بتعمله اقتصاديا، العالم في امريكا بتشوفنا بطريقه النظره بتاعتهم كمان المجهود المصري بيعمل قد ايه؟ اتفضلي يا فندم. ايه نوع المشروعات القوميه اللي ممكن تكون جاذبه لاستثمار اجنبي؟ يعني احنا من ضمن مشروعات قوميه كتير بتخدم البلد، تخدم الانتاج المحلي، تخدم سوق العمل والتوظيف، لكن ايه المشروعات القوميه اللي حضرتك تسميها استراتيجيه لجذب الاستثمارات؟ شوف يا فندم، العالم كله النهارده بيتحدث على عدد من المشروعات القوميه والعالميه اللي بتخص العالم في غايه الاهميه، ويا ريت حضرتك تتبنيها وتراعيها كمان في برنامجك الكريم. مثال يا فندم الطاقه. الطاقه دي ليها عدد من الافرع زي البترول. النهارده اسعار البترول يا فندم النهارده بترتفع، فبيحاولوا يلجأوا الدول يكون عندها فائض من البترول او يكون عندها اماكن لتمرير خطوط البترول لشركات قوميه وعالميه او لانتاج الطاقه النظيفه زي منبان مثلا او المشروع القومي والغاز. والغاز ليه كمان؟ لان انت النهارده بتحاول توصل الغاز من الحقول بتاعتنا لدول ثانيه. والكهرباء فندم، الربط الكهربائي ما بيننا وما بين بعض. طب وايه كمان؟ المشروعات القوميه زي السكك الحديد، زي وسائل النقل العملاقه. كل ده النهارده كمان البنيه التحتيه او الزراعه دي يا فندم بتبقى عباره عن استثمارات بتلجا ليها الدول، تتوجه للدول الاخرى علشان تكسب ويكون لها مردود. ممكن اقول لحضرتك بسرعه كده، العالم انكشف مش ما بقاش صادق في ايه يا فندم؟ في جائحه كورونا. لما ابتدى العالم مش عارف يعالج اقتصاده ابتدى يبص على الدول اللي بتنجح.
او اللي وقفت ثابته على الف في ازمات كبيره. طب نضحك ازاي؟ احنا عملنا حاجه يا فندم اللي هي المشروعات القوميه، لولا الشغل اللي احنا عملناه ده، لولا ما المجهود والعالم كله بيبرز الدور المصري الناجح اللي احنا الحمد لله تبنيناه. مفهوم جدا، ولانه حضرتك لفت نظرنا لمشروعات كبيره، مشروعات الطاقه، مشروعات الطرق، وده يمكن كتير قوي سياده الرئيس كرره واتكلم عنه، انه ازاي هقول لمستثمر يجي يستثمر عندي وانا ما عنديش طرق، شبكه طرق عملاقه، وده اللي بيحصل في مصر، شبكه او نقل، مواني لوجستيه عملاق. طيب عايز اسال حضرتك على او الرد على الراي اللي بيقول لا بس مصر عندها برضو دين كبير جدا، أو عندها عبء من الميزانية، أو عبء على ميزانيتها هو مثلا الاقتراض من صندوق النقد. فحضرتك ترد على ده، إزاي بيحصل ده؟ وإزاي إحنا في عندنا معدلات نمو؟ إزاي إحنا مصر ملزمة ببعض بسداد ديون هي بتقترضها لتنفيذ المشروعات، وفي نفس الوقت إحنا عندنا حالة نمو؟ محتاجين نفهمها ونفك الاشتباك، لأنه دايما بنتكلم عن النمو يكلمونا عن فكرة إنه لا ما في اقتراض. فندم بمنتهى البساطه، ويا رب كده الناس تكون معايا مستوعبه. لا احنا بنكتب اهو، انا بكتب ورا حضرتك. طول ما الدوله انتاجيتها بتزيد وبيكون فيها عمل كتير، ما يهمكيش الدين. مفيش مشكله؟ لا خالص. ليه؟ لان انت بتاخدي الفلوس تشتغلي وتنتجي وتكبري المشروعات اللي عندك. طب ما اليابان اكبر دوله عندها برضو دين، الامريكا عندها دي. المهم يا فندم كيفيه استشغيل القروض سواء الخارجيه او الداخليه. والنهارده ترد عليهم بمنتهى البساطه، مين من دول العالم ما بيقترضش؟ بالظبط. يديني دوله واحده. طب دي نقطه. طب احنا النهارده في حاجه ثانيه، هو مش احنا لما بناخد ديون العالم كله بيسميها حاجه اسمها تصنيف ائتماني للدوله؟ بالظبط. فبيوافق تصنيفنا الائتماني بيتحسن. القروض اللي احنا بناخدها يا فندم النهارده زي ما بيقول كده بمنتهى البساطه، طالما قادرين على سدادها ما تشغليش بالك. زي بالظبط القياس بتاع الشخص العادي، يعني لو انا باخد قرض عشان اعمل مشروع، المشروع ده شغال وبيسدد قيمه القرض وانا بكسب، يبقى كده مفيش مشكله خالص. وطول ما احنا النهارده يا فندم بننتج انتاجيه كبيره زي الحمد لله كده، عندنا ما بنشوف الطاقه بتشتغل وبتدي نصدر، ده في غايه الاهميه. اذكر حضرتك زي قناه السويس، محور قناه السويس الجديده او قناه السويس الجديده. في الثلاث سنين اللي فاتت ده يا فندم الحمد لله قناه السويس زادت الايرادات بتاعتها تقريبا مليار دولار. محدش بيتكلم عنها ليه؟ انا عايز اذكر حضرتك بس بالاشاعات اللي دايما بتدور حوالين مصر في النهارده دلوقتي، الاشاعات بتدور حوالين الاقتصاد. خلي بالكم اصل الجنيه هيحصل فيه كذا، خلي بالكم المشروعات القوميه. عايز اقول لكم نقطه مهمه، ما تشككوش في قدراتنا. احنا كدوله يا فندم، كدوله صلبه قويه الحمد بننتج وبتدي النهارده انتاجنا ده بيعود علينا بالخير. احنا بنمر بظروف عالميه، كل الدول النهارده بتقترض وبتشتغل وبتنتج، بس مين اللي ناجح؟ اللي بيحصل على معدل نمو وزياده والعالم بيشهد له. بيشهد لنا فندم في نقطه سريعه معلش. بيشهد له ان يجي يشتغل معانا. الروس معانا بيشتغلوا، امريكا بتشتغل معانا، كان بتكلم على استثمار مشروعات يعني. اوروبا بتشتغل معانا في مشروعات، الدول العربيه، اليابان، كوريا، لسه كان رئيس كوريا موجود عندنا وبيشيدوا بينا فندم. الناس دي بتشيد بينا بطريقه عمليه وعلميه. مصر قادره ان شاء الله. اطمني وطمني مشاهدينك، الحمد لله احنا بننجز انجاز كبير وبنعدي مرحلتنا، بس جنبونا الاشاعات. خلي بالكم الاشاعات. لا لا طبعا احنا لازم نرد كمان عليها ونفهم، يعني وبعض التساؤلات مش بس بتبقى في نطاق الاشاعات، بتبقى في نطاق ان احنا مش فاهمين. اخر سؤال نفسي اساله لحضرتك، ارتفاع التصنيف الائتماني ازاي بينعكس على الفرد؟ يعني اكيد انتوا كاقتصاديين ليكوا طريقه كده لتصنيف امتى الدوله او اقتصاد الدوله يستشعر التغيير، وبعدين امتى المجتمعات والجماعات وامتى الافراد؟ احنا في التسلسل ده في اي مرحله؟ خلينا نقول يا فندم احنا يعني نقول اول التصنيف يعني بتاعنا ده بيفيدنا بايه؟ المؤسسات العالميه يا فندم بتصنف مصر دائما على قدرتها في التزامها للسداد
كل الديون والقروض والاقساط القروض الخاصه بيها. كلما تحسن التصنيف سعر الفايده بتاعها بيقل. يعني لما نروح نقترض من الخارج يدينا فايده اقل، يقول لك خلي بالكم الدوله دي موثوق فيها. طب طالما اخذ مصر اقترضت بسعر فايده اقل، فالبنوك تدي فايده اقل للمواطنين. علشان كده تلاقي حضرتك المبادرات اللي فخامه الرئيس بيتكلم عنها والبنوك بتقوم بيها. ما احنا عندنا مبادره كبيره قوي للمشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر. تخيلي حضرتك لو التصنيف بتاعنا وحش كان زماننا النهارده سعر الفايده في ارتفاع. طب مش ملاحظين ان احنا النهارده سعر الفايده بقاله كذا سنه ما بيتغيرش؟ ليه؟ لان الجهاز المصرفي قادر على مبادرات زياده وقادر على ان هو النهارده يدي منح وتمويلات لمشروعات وقروض. هو ده يا فندم التسلسل. احنا الحمد لله تصنيفنا جيد ومقبول لدى دول العالم، والجهاز المصرفي بيدي اتاحه كبيره جدا للمشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر، والا النهارده ما كناش شفنا عدد الكبير من المشروعات اللي بيتم تسجيلها وابتدي يكون اتاحه فرصه للتشغيل للناس. ده ببساطه. بشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، وبأثمن يعني صبرك علينا وعلى اسئلتنا الكتير في كل هذه التفاصيل. بشكرك شكرا جزيلا. قبل ما نطلع فاصل خدكم في حاجه جميله، واحنا ازاي النهارده يعني ما اتكلمناش عن انه الحدث او العرس الثقافي الاكبر اللي بدا في مصر هو معرض الكتاب، بدا بحماس كبير. بعد الفاصل هنرجع نشوف زاويه جميله من ما يحدث في معرض الكتاب. ومعرض الكتاب بالمناسبه السنه دي جاي في وقته بالنسبه لناس بقى عانت كتير من كورونا وتعبنا وتخفيف الاجراءات الاحترازيه في العالم كله، واحنا كمان بنحاول اننا نجتهد مش ان احنا نخفف الاجراءات الاحترازيه لكننا نحافظ على الاجراءات، لكن على الاقل نقدر نتحرك شويه. بعد الفاصل نكمل كلامنا مع حضراتكم. قبل ما نتكلم النهارده او دلوقتي عن كتاب لذيذ جدا من الكتب الموجوده في معرض الكتاب، خلونا نفتكر ونحتفي ان مصر وصلت الى الدوره 53 من عمر معرض الكتاب. معرض الكتاب او معرض القاهره الدولي للكتاب جزء مش بس من تاريخنا وطفولتنا، لكن جزء من طفوله اهالينا كمان او تاريخ اهالينا، جزء خاص جدا بتكوين الشخصيه المصريه. عشان كده لما يتقال وما تعتبروهاش بعد اذنكم يعني جمله مستهلكه انه عرس ثقافي، هو بكل الطرق عرس ثقافي. الكلمة دي بنقولها كتير وابتدت تفقد معناها، لكنه معرض الكتاب يحتفظ مش بس بالكلمة ومعناها لكن القصد منها. القصد انك في محفل لإنتاج غزير، وده اللي كل سنة كنا بنستناه ونبقى مشتاقين ليه، ولتلاقي شخصيات كتيرة من المثقفين، وإنك ممكن تروح تقابل الكتاب وتتعامل معاهم. بكل الحالات نفسي أشجع كل حد بيتفرج علينا النهاردة اعمل كده في أجندة يعني فسح أجازة نص السنة لأولادكم، إنه لازم يروحوا معرض الكتاب. معرض الكتاب هو يمكن النزهة الأهم اللي أولادك هيفتكروها طول عمرهم، واللي هيفضلوا فاكرين مش بس إنهم راحوا أكلوا آيس كريم وبطاطس محمرة، بس الله يخليك يبقى اشتري لهم كتاب. يمكن أول كتاب في حياة ابنك يشكل شخصيته ويبقى جزء من مستقبله. تعالوا بقى نرجع للمعرض وإنتاجه. لازم نخطف لنا شوية حاجات حلوة كده وجميلة، والحقيقة إنه إحنا بنتكلم دلوقتي عن كتاب وإصدار مهم ولذيذ من عنوانه ومن فكرته، وهو المذكرات السرية لنجيب الريحاني. مذكرات نجيب الريحاني، نجيب الريحاني أصلا شخصية بتلقى قبول جدا جدا، وإنك توصل لتفاصيل وكواليس لا تعرفها عن هذا الرجل اللي برضه هو جزء من تكوين مش بس الإنتاج المسرحي والسينمائي الكبير في مصر، لكن هو جزء من ذاكرة البهجة عند المصريين. فمش غريب انه هذا الكاتب المميز يكون هو اللي كاتب الكتاب اللي فكرته جميلة. بهاء حجازي كاتب مذكرات نجيب الريحاني، وده الكتاب الخامس لبهاء الحجازي. ولما تفتش كده عن بهاء حجازي هتلاقي انه عامل مجموعة كتب عناوينها كلها شوقتني انا شخصيا، وقلت انا لا لازم ابتدي من مذكرات نجيب الريحاني وارجع لورا لحد يعني اموات يرزقون وغيرها من كتابات سابقة. بمسي عليك مساء الخير استاذ بهاء.
الزميل العزيز بهاء حجازي كاتب مذكرات نجيب الريحاني. اهلا بيك. اهلا وسهلا. مساء الخير يا استاذ دينا، برحب بيك وبالساده المشاهدين. الاول لازم اعتذر لك ان انا ما اعرفش ان الانتاج الحلو القديم ده بتاعك، فيعني تحياتي. على راسي على راسي. احكي لي، يعني طول الوقت بتبقى البحث في مذكرات الشخصيات وخاصة اللي رحلوا عنا هي مهمة شاقة جدا. كلمنا بقى من أول اختيار الشخصية لحد أنك توصل لكواليس جديدة تتقال وتتكتب عن راجل أنا متأكدة أن فيه في حياته أسرار كتير. هو بداية كل سنة ومصر كلها بخير، مصر في مرحلة أعياد الشرطة وثورة يناير ومعرض الكتاب اللي في حد ذاته هو عيد ثقافي، لأن مصر دولة كبيرة. حضرتك بتقول الدورة 53، ال 53 دورة دول شهدوا كم إصدارات بإنتاج دول كبيرة جدا في المنطقة. فمصر دولة كبيرة ثقافيا، وزي ما بسني على كلامك في موضوع أنك تصطحب طفلك للمعرض. أنا النهاردة كنت في المعرض وكنت شايف أب واخد طفله وبيشاور له على كتاب لطه حسين. فبيقول له ده أنا عارف طه حسين، أنت قريت لي كتاب ليه؟ فالولد سأل بابا على نجيب محفوظ، أستاذنا نجيب محفوظ، فقال له ده راجل مصري رفع اسم مصر لفوق وخد أكبر جايزة أدبية في العالم. بالزبط. فأنا واثق إن الطفل ده لما يكبر حد متفتح وحد منطلق وحد عارف تاريخ بلده وتاريخ الناس اللي رفعوا اسم مصر لفوق. عودة للأستاذ نجيب الريحاني، هو طبعا شخص عظيم جدا، شخص من صناع البهجة في تاريخنا المصري. يمكن هتندهشي لو سألتك هو ليه كم فيلم مع كم الشهرة الهائل في مصر، أجيال كتير. أقول لك حاجة، أنا مش عارفة الرقم بس متهيألي إنها أعداد محدودة مش كبيرة، صحح لي بقى. جدا هو كل تاريخ نجيب الريحاني السينمائي 9 أفلام فقط، منهم فيلمين مفقودين. فيلم بسلامته عاوز يتجوز وفيلم كشكش بيه أو صاحب السعادة كشكش بيك. والفيلمين مفقودين، مش ملناش نيجاتيف ليهم. ومش موجودين. فأنت بتكلمي في شخص ساب 7 أفلام وساب كل هذا الكم من التأثير بعد حوالي 70 سنة من رحيله. نجيب الريحاني توفى سنة 1949. فهو شخص عظيم التأثير بإنتاج قليل جدا. احنا يمكن مش محظوظين ان احنا نشوف الإنتاج المسرحي ليه، لانه كان عنده إنتاج مسرحي ضخم جدا. لكن زي ما حضرتك عارفة انه ما تصورش تلفزيونيا، فاحنا فقدنا المتعة ان احنا نشوفه على المسرح، لانه كان بشهادة كل المؤرخين اللي موجودين كان غول المسرح، كان بياكل اي حد قدامه على المسرح. فيمكن احنا شفنا بعض من التراث ده لما عاد تقديمه عادل خيري رحمه الله عليه على مسرح الريحاني، لكن ما شفناش نجيب الريحاني نفسه على المسرح. وده اللي خليني اسالك عن صعوبه المهمه، يعني ازاي بقى تفتش في مذكرات عمرها فات على انقضائها 70 سنه؟ واحكي لي رحلتك كان اخذت وقت قد ايه وتحضير قد ايه، وايه اهم الاكتشافات؟ يعني شوقنا نقرا الكتاب كده. هي بدايات الرحله ممتعه جدا. هو نجيب الريحاني بنفسه كتب مذكراته في دار الهلال. وبدا يسردها على شكل يوميات. يمكن اللي هيقرا الكتاب هيتفاجئ ان نجيب الريحاني مش بس ممثل عظيم، ده كمان كاتب عظيم جدا، يمتلك الاسلوب، يمتلك خفه دم رهيبه في الكتابه. يمكن ان الممثل يمثل دي موهبه لوحدها، لكن انه يمتلك نفس خفه الدم في الكتابه دي كانت مفاجاه ليا شخصيا، لانه كان يعني المذكرات بتاعته تفطس من الضحك، يمتلك جرأة رهيبة. انه يمكن احنا مش كلنا صراحة مع نفسنا لما بنكتب مذكراتنا ان احنا نحكي عن الحاجات الوحشة او الحاجات المخجلة اللي احنا عملناها، لا، نجيب الريحاني كان بيحكي بكل اريحية عن حاجات مخجلة في حياته، عن علاقات نسائية، عن صداقات، عن رحلاته، وعن فلسه، وعن نومه على كبر قصر النيل في الشارع، عن ان هو ما كانش يلاقي شلن ياكل حرفيا، عن طرد امه ليه من المسرح من البيت، عن فكره ان والده كتب كل ميراثه، كان دي حاجه غريبه، كتب كل ميراثه لبنت اخته، حرم ولاده كلهم من الميراث، لان بحجه ان بنت اخته ما عندهاش عائل، وهو اللي كان العائل الوحيد ليها. فكان بيحكي بعبقرية شديدة وبصراحة شديدة. أنا يعني أنا لو هكتب مذكراتي لن أمتلك الجرأة دي إن أنا أحكي بنفس الجرأة اللي بيحكي فيها. يعني قد يكون إحنا مجتمع شرقي، وقد يكون في بعض الموضوعات المخجلة هو ما خجلش إن هو يتكلم عنها، بل بالعكس كان بيتكلم بصراحة شديدة. ودي عظمة نجيب الريحاني أو عظمة الفترة اللي هو فيها. الناس
كان شوية عندها تقبل لفكرة إن أنا بني آدم ممكن أخطأ وأصيب، ودي تجربتي بنقولها بحذافيرها مش بتجمل دلوقتي زي من غير تصنع المثالية، رغم إن هم كانوا مثقفين جدا ومختلفين جدا، يعني ما كانوش محتاجين يعني يتصنعوا المثالية، بس كانوا بيقصدوا يوضحوا إنهم أشخاص عاديين يعني. ودي حلاوته ودي عظمته، اني انا اخطا، يعني انا شخص بتحط في مواقع بخطا واصيب، انا بني ادم. ايه اللي كان بالنسبه لك مفاجاه؟ يعني ايه اللي كان بالنسبه لك جديد فعلا لما قعدت قراءه مذكراته وسجلته في كتابك وملاحظاتك يعني؟ لا، هو نجيب الريحاني كان بيحكي عن فتره الصعلكه ما قبل احتراف التمثيل، وانه اشتغل في مصنع السكر في نجع حمادي ككاتب، باش كاتب يعني، مساعد باش كاتب، وكان بيحكي عن ان هو قابل عراف في نجع حمادي، عراف فرنسي في نجع حمادي، بيقسم وبيغلظ ايمانه ان العراف حكى له كل حرف هيحصل في حياته لحد وفاته. وحصل بالحرف. ويمكن العراف الحاجه الوحيده اللي جلت من العراف انه قال لي نجيب الريحاني ان انت هتموت في حادثه عربيه. ففضل نجيب الريحاني لا يقتني عربيه طول حياته. وبيفضل من الحاجات اللي هو كان بيخاف منها ان هو حتى لو كان مضطر يركب عربية كان بيخلي السواق يمشي على سرعة 10، بيقول للسواق أنا مش عاوز أموت، فاللي هو كان بيفضل دايما الحنطور. حتى هو كان ليه مقال شيخ بيتكلم فيه عن علاقته بالشيخ محمد رفعت، وإنه كان بيحب يركب مع الشيخ محمد رفعت الحنطور لأنه بيخاف من ركوب العربيات، لأنه كان العراف أخبره إنه هيموت في حادثة عربية، لكن هو قال له أنت هتعمل كذا في وقت كذا في سنة كذا، هتحوز شهرة عالية جدا، هتبقى غني جدا وهتفتقر جدا. نجيب الريحاني في فترة من فترات حياته كان من أغنى أغنياء مصر، وفترة تانية ما كانش لاقي ياكل حرفيا، لأن هو كان ما عندوش ثقافة مالية، كان بيضيع فلوس أول بأول. هو كان بيقول إن أنا شخص مهمل وما أعرفش في جيبي كام، ما أعرفش أصرفه فين، وما أعرفش جالي منين. فمن الحاجات الحلوة قوي كمان في مذكرات الفترة اللي هي قبل احتراف التمثيل، كانت فترة عصيبة جدا، وتوريك قد هو شخص عانى عشان يوصل للشهرة دي. الموضوع ما كانش سهل خالص، لأنه اتطرد واتبهدل واتشتم واتهان، يمكن حتى أمه أقرب الناس ليه. هو أبوه ما شافش أي حاجة لأن باباه مات وهو في أولى ثانوي، لكن والدته كانت غضبان عليه وفضلت غضبان عليه لحد ما في يوم كانت راكبة الترام وسمعت ستات بيتكلموا عن مسرح نجيب الريحاني. هو ده زمان كانوا بيسبقوا اسم الشخص بسي. فالستات بتكلمه وتقول له كنا بنتفرج على مسرحيه سي نجيب الريحاني، ده دمه زي السكر. وفضلت الستات يشكروا ويحددوا في مزاياه لحد ما هي وقفت في وسط الترام وقالت ده ابني انا. في بقول اللحظه دي هي في اليوم ده راحت اتفرجت عليه في المسرح، بيقول ان انا ما حققتش اي نجاح في حياتي غير الليله اللي جت امي اتفرجت عليها فيه. يعني كان في جزء انساني كبير في صناعه الشخصيه اللي كانت بتضحكنا وهي مليانه شجن كده، بحس ان هو كان من الناس دول. اخيرا نجيب الياس الريحاني، هل كان في مذكرات نجيب الريحاني ما يصنف نفسه بهويته الدينية المسيحي، اللي في كتير من الناس ما عرفوش ان هو مسيحي غير بعد ما توفي مثلا، ولا ده ما كانش من سمات المرحلة التصنيف ده؟ لا خالص، احنا مصر دايما بتتميز بفكرة انك ما فيش فكرة الهوية الدينية قوي. يعني هو حتى نجيب الريحاني كان في فرح صديقه ومشوار عبده بديع خيري الكاتب العبقري، فهو راح عزا حد قريب بديع خيري فلقى قران، فهو اتفاجئ ان بديع خيري مسلم. هو ما كانش عارف ان بديع خيري مسلم. لكن هو ما اتكلمش عن الهويه الدينيه. لكن نجيب الريحاني عند وفاته راح محرر مجله اخر ساعه يعمل روبرتاج عن ما تبقى في شقه نجيب الريحاني، فلقي مصحف ومخطط على ايات معينه، لقى كتاب تفسير قران ومخطط على حاجات معينه، لقى انجيل، لقى سوره القديسه سانت تريزا، وبعض الناس منهم ابن بديع خيري تحدث ان نجيب الريحاني كان ينوي اشهار اسلامه. لكن هل ده حصل او لا؟ ما فيش حد عنده دليل دامغ. يمكن الاستاذ محمد الغيطي مؤلف مسلسل الضحك الباكي، هو ما ظهرش للنور بسبب يعني عراقيل انتاجيه، قال ان انا وقعت على وثائق تفيد اسلام نجيب الريحاني، وان الشيخ عبد المجيد سليم شيخ الازهر اخبروا ان نجيب الريحاني اعلن اسلامه، لكن كان اعلان مشروط بانتهاء الازمه الصحيه اللي بيمر بيها وبيعلنوا العلن، لكن ده ما حصلش لان توفى الله سنه 49.
أي مكان الموضوع شخصي بحت ويخص نجيب الريحاني. أنا مش بسألك عن التفصيلة دي، لكن بسألك عن هل هو ذكر في مذكراته ما يوحي بأي بحديث مثل هذا؟ بس إجابتك شافية وكافية، وبشكرك شكرا جزيلا أستاذ بهاء حجازي كاتب قراءة في مذكرات نجيب الريحاني. بعد الفاصل هنتكلم مع حضراتكم كمان عن أو معنا ضيفة مميزة جدا، هنكون نتكلم مع دكتورة جيهان جادو عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة وعضو المجلس المحلي لمدينة فرساي الإيطالية. تعالوا نشوف سيدات مصر لما بيتولوا مهمة الحديث عن مصر في الخارج بيبقى إيه الدور وإيه شكل التأثير. بعد الفاصل نكمل كلامنا. مساءكم خير. لما بنتكلم عن رموز مصرية وشخصيات مصرية بتقدم دور حقيقي في تقديم صورة مصر، احنا نقدر نتكلم تحت العنوان ده عن كل من هو مصري في الخارج أو كل من هو له علاقة بالثقافتين ما بين مصر وبره. لكن لما الشخص بيقدر يمارس دوره أكتر من كونه بس مجرد مهاجر في دولة جديدة عليه، لكن يقدر يندمج في المجتمع ويقدم مساهمة حقيقية في مجتمعات جديدة، هنا بيظهر الدور وبيعظم الأثر إذا صح التعبير. إحنا النهاردة مشرفانا دكتورة جيهان جادو عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة وعضو المجلس المحلي لمدينة فرساي الفرنسية. مش عضو المجلس المحلي هنا في مصر، لا احنا رحنا فرساي بقينا في المجلس المحلي. مساء الخير على حضرتك دكتور جيهان، مبسوطه انك منوره. ميرسي جدا، انا شرف لي ان اكون معاكم النهارده بجد. بصي، يعني اللي فهمته من حضرتك شغل كتير قوي قوي على مدار سنوات، لكن الاول نفسي نشارك الناس بتجربه الدمج الثقافي الشخصيه بتاعتك، مش بصفتك عضو مجلس قومي للمرأة. لا، هو عايزه اقول لحضرتك على حاجه، هو الاندماج في الثقافه ده مهم جدا، شيء مهم جدا. يعني انا بصراحه يعني انا لازم اي حد يخترق مجال او يتعرف على بلد او يعيش في بلد لازم يكون عنده على الاقل يعني ولو نسبه قليله جدا من ثقافه البلد دي. واولها اللغه. مهم جدا اللغه، يعني اللغه دي مهمه جدا، او الجسر يعني، لانه غير كده بنعيش مكتئبين، مش هنقدر هنبقى متقوقعين على نفسنا ومش هنقدر نندمج في المجتمع ده. الحقيقه يعني ربنا اكرمني بان انا اول ما رحت فرنسا كان انا في مقاطعه فرساي، يعني ما فيهاش مصريين كتير، ما فيهاش عرب كتير، فده كان يعني هو في الاول بالنسبه لي كان صعب جدا. انا حاسه ان انا غريبه في مكان ومش قادره اتعامل، واللغه على الرغم اني كنت واخده كورسات هنا فرنساوي، بس برضه لما رحت هناك لقيت الحياه تاني مختلفه جدا. ففي حاجه عندنا احنا اسمها بيت الحي. بيت الحي ده في كل حي بيت، يعني حاجه متكامله كده من ثقافه، من فن، من ابداع، يعني موجود البيت ده. فانا قلت قولي لنا غششينا، خلينا نزعل ونغير. احنا نفسنا ان احنا نبقى كده. احنا عندنا مراكز ثقافيه، لكن عندنا تحدي انها قليله جدا. بالظبط، هي بالظبط كده المراكز الثقافيه اللي هي موجوده عندنا هنا، بس هم هناك مفعلينها بشكل جيد جدا. فالحقيقه دخلت المكان ده وخرجت منه وانا يعني كل اعتقاد بان انا لازم اشوف اكتر عن المجتمع ده. ما ينفعش ان انا ابقى عايشه في وسطهم وانا مش عارفه حتى هم عاداتهم ايه، تقاليدهم ايه، بيعملوا. فاخدت الحلو منه وسبت لهم الوحش الحقيقه يعني. فطبعا يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقني بان انا يمكن اسست مؤسسه ثقافيه تبع هناك منظمات المجتمع المدني اسمها الرابطه الدوليه للابداع الفكري والثقافي. فكان من خلال ده يعني عملنا اسبوع ثقافي عن مصر. حسيت ان انا دوري جه من هنا، لازم بقى هم طبعا ما فيش حد هناك ما يعرفش مصر، وما فيش حد ما يعرفش تاريخ مصر الجميل، وكلهم مبهورين بالحضاره المصريه. فانا حبيت اعرفهم بقى حاجات اكتر واكتر، ودخلوا معايا في الموضوع ده وفرحوا جدا جدا بان انا يعني عايزه يعني يكون في عندي ميلانج او عندي خلط ما بين الثقافتين مع بعضهم. فبصراحه هي كانت نقطه البدايه. وسالت حضرتك عضويه مجلس محلي لمدينه
دي بتشترط ان الشخص ده يبقى عنده الجنسيه. دي حقيقه. فانت بهرتيني، انت خدتيها قبل الجنسيه؟ قبل الجنسيه. أوكي. الحقيقه انا برضه يعني كتير جدا عملت حاجات كتير جدا مع بيت الحي، والمحافظ نفسه كان بيحضر اللقاءات دي، ويمكن هم في اليوم العالمي للمراه في شهر مارس في 2017 اختاروني ان انا اكون يعني زي مستشاره للتعامل مع الاجانب او مع العربيات، اللي انا ساعدهم في الاندماج مع المجتمع المدني. قراري تجربتك على بالظبط حضرتك كده. فده خلاني ان انا ابدا بان انا اتفاعل اكتر معاهم، فهم حسوا ان في عنصر فعال عائق، ان هي حته ان جنسيه ومش جنسيه. انا شخصيا نفسي اتفاجئت لما لقيتهم احنا عايزين السي في بتاع حضرتك، وعايزين في مقابله مع المحافظ وحاجات كتير جدا. فانا اتخضيت فرحت، فاكتشفت ان هو بيشجعوا عمله زي نظام جديد، ان هو تشجيع المغتربين او اللي هم الاجانب ان هم يندمجوا في العمليه السياسيه، يكون لهم دور مؤثر، يدخلوا في حاجه اسمها يعني اللي هو مجلس الحي. مجلس الحي هو ده زينا عندنا هنا كده برضو المحليات، بس احنا تبع الحي. فاكتشفت ان هو في قرار في شهر واحد اتمضى من المحافظ بان انا اكون ضمن مجالس الاحياء، وعلى تحديدا يعني حي نوتردام في فرساي، ده حي يعني كبير. فحسيت ان انا بصراحه المسؤوليه بدات من هنا، حسيت ان انا يعني اتحطيت في مكان عشان اكون تأهيلا لما يعني هينتج عنه، ويكون في انتخابات بقى محلية، وندخل بقى في المحليات اللي هي العمق يعني. يعني معانا دلوقتي سياسية فرنسية لا يعني مصرية حاجة تشرف كده، ربنا يخليك. حضرتك كمان بتشتغلي في قصر فرساي نفسه. صحيح. ادينا كده لمحه عن شكل اداره هذه الصروح العريقه، مش بس للتاريخ لكن للثقافه كمان. الحقيقه هو مزار سياحي كبير جدا، مصنف على ان هو يمكن من اعلى يعني نسب الزياره في العالم بعد اللوفر. طبعا قصر فرساي معروف لانه هو قصر الاسره المالكه نفسها، ماري انتوانيت، نابليون، لويس 14، يعني حاجات كتير جدا، ولويس 16. فالقصر ده يعني هو طبعا كان الأسرة المالكة، ودلوقتي بقى مزار سياحي تابع للدولة. بصراحة بيجيله سياح من جميع أنحاء العالم، حاجة كده راقية، حاجة كده يعني تنظيم على أعلى مستوى، إدارة جيدة جدا من كل الناس اللي هي موجودة فيه، كل واحد حاسس إن هو مسؤول عن المكان ده. أنا بحس وأنا رايحة شغل. إيه أهم عوامل الجذب في فرنسا لسياحة الآثار؟ لأن إحنا تمام برضو كنا قبل الهوا بنتكلم مع دكتور جهاد، سياحة الآثار في فرنسا ومصر يشبهوا بعض جدا. في يعني تحس إن إحنا عندنا تاريخ يشبه بعضه، مش مشترك قوي لكن مشابه قوي. بالظبط. سياحة الآثار عندنا في مصر أقل سياحة مثلا بالنسبة لنا كمصريين. فإيه الحاجات اللي بتشجع؟ الحاجات اللي بتشجع إن هو التنظيم بصراحة. التنظيم الأسعار متاحة للجميع، يعني كله أجنبي زي مصري زي أي حد، يعني زي الفرنسي بيدفع بنفس نفس سعر التذكرة للكل. ما فيش طبقات مثلا. ما فيش الأجنبي بيدفع كذا والفرنسي يدفع كذا، كله فرنسا عاملة فتحة المتاحف بتاعتها مجانية للأقل، الشباب اللي أقل من 25 سنة مجاني. عملنا كده طول كورونا. أيوة بالظبط كده. في حاجة كمان اللي هم الناس اللي هي على البطالة أو ما بتشتغلش برضو مجاني. في ناس برضو في اللي هم خاصيات معينة، فهم بيحبوا بلدهم قوي. اخيرا لان الوقت بيجري بينا، انا عايزه اسالك ايه اكتر حاجه حسيتيها قدرتي تعملي بيها تاثير، واستخدمتي موقعك المهم ده في انك تعملي تاثير للعلاقات او تفتحي على الاقل ذهن الناس بتتعاملي معاهم لمين هي مصر؟ حاجه الحقيقه عملتها وحاسه ان انا عملتها وبارتياح شديد، ان انا جبت ناس زمايلي من قصر فرساي كانوا معايا في الزياره ديت، لسه مسافرين من 3 ايام بس، زورتهم مصر كلها، ما سابوش حته في مصر لما شافوها. وقفوا على عربيه الحرنكش وكلوا منها عصير القصب وشربوا منه، عاشوا بصراحه على مدار 15 يوم كأنهم مصريين بجد. الناس دي
الحاجة الحلوة اللي هم عملوها لي إن هم عملوا صفحة على الفيسبوك بيشجعوا الناس إنها تنزل مصر. حلوة. عملوا بيعملوا تنشيط للسياحة من خلال موقعهم التواصل الاجتماعي بتاعهم. بصراحة حاجة جميلة جدا بجد يعني. دي الحاجة اللي أنا حسيت إن أنا فعلا على أرض الواقع قدرت أعملها. كل واحد فينا سافر لبلده في الخارج، مش أنا بس ولا غيري، بالعكس. فلازم من خلال دايرة علاقاتنا الصغيرة نقدر نعمل حاجة لبلدنا، والصغير يكبر وتبقوا دايما بتشرفونا في كل مكان. المصريين في الخارج بحسهم يعني ساعات أكثر غيرة وأكثر حماسا طول الوقت، عندهم حاجات جديدة يقدموها لمصر. بشكرك، شكرا جزيلا. أنا اللي بشكر حضرتك، ميرسي جدا يا فندم، نورتينا ونورت مصر بلدك. دكتورة جيهان جادو، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة وعضو المجلس المحلي لمدينة فرساي الفرنسية. دي كانت حلقتنا النهاردة من التاسعة. أشوفكم إن شاء الله على كل خير.